السلام من الله عليكم وأهلا بحضراتكم، وتغطيتنا مستمرة من القاهرة الإخبارية لأبرز الأحداث الإقليمية والدولية. والبداية بالطبع مع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان. أفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بسقوط شهيدين و76 مصابا في حصيلة أولية جراء الغارات الإسرائيلية المتتالية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أن من بين المصابين 61 حالة طفيفة و15 حالة استدعت دخول المستشفى مع توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا. شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مقر لحزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت. وأفادت المعلومات الأولية أن 6 مبان على الأقل سويت بالأرض جراء الغارة الإسرائيلية. أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجري أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المقر الرئيسي لحزب الله ومقر قيادته بالضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. وأشار هاجري إلى تنفيذ غارة جوية واسعة النطاق على الضاحية الجنوبية. كما أفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال استخدم قنابل خارقة للتحصينات زنت 2000 رتل في الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفاد مراسلنا بأن المنطقة المستهدفة في ضاحية بيروت هي مكتظة بالمباني والمدنيين، وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف تلك المنطقة بعدد كبير من الغارات. ينضم إلينا من رميش بجنوب لبنان مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، وينضم أيضا إلينا من مرجعيون بجنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. يعني أبدأ معك أحمد، ما هو الوضع الحالي في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية؟ نعم، تحياتي لك في البداية. ربما الدفاع المدني اللبناني والأجهزة الإغاثية تعمل على رفع أنقاض المباني التي تضررت جراء هذه الغارات الجوية غير المسبوقة التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وبالتالي فإن الموقف الراهن هو الصمت الكامل من قبل مؤسسات الدولة اللبنانية لحين عمليات رفع الأنقاض. وربما وزارة الصحة اللبنانية أعلنت قبل قليل أن حصيلة أولية أن هناك شهيدين وعدد من المصابين جراء هذا العدوان وهذه الغارات الجوية التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ولكن لا حصيلة نهائية. وأكدت وزارة الصحة أيضا أنها ستوافي بالبيانات، ستوافي وسائل الإعلام بالبيانات تباعا لتطورات هذه العمليات. ولكن وفقا للمشاهد الأولية حتى الآن أن عمليات البحث والإنقاذ ربما تستغرق وقتا طويلا، وربما لا حصيلة نهائية لأعداد الشهداء والضحايا والمصابين جراء هذا العدوان الإسرائيلي إلا ربما بعد ساعات، ربما يمتد الأمر لأكثر من يوم نظرا لكثافة الأنقاض الموجودة وأيضا عدد البنايات التي تضررت جراء هذا العدوان غير المسبوق على الدولة اللبنانية بشكل عام، وربما غير المسبوق أيضا على الضاحية الجنوبية تحديدا للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الصواريخ أدت إلى سلسلة متتالية من الانفجارات غير المسبوقة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وربما وفقا للمعلومات الأولية أنها ربما هذه الضربات أزالت حيا سكنيا أو مربعا سكنيا في هذه المنطقة في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
أنتقل إلى مصطفى، كيف يتعامل السكان المحليون مع هذه الأحداث، وهل هناك حالات نزوح كبيرة؟ نعم، يعني بكل تأكيد ومع هذه الحادثة التي اهتزت لها لبنان أو اهتز لها لبنان بالكامل، هناك بعض الإجراءات الوقائية التي بدأ اتخاذها من قبل القاطنين في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، والتي كانت تعقب كل الاعتداءات التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بيروت وضحيتها الجنوبية. ولكن هذه المرة وبشدة في إطار غارة غير مسبوقة من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي أغارت ربما ببعض القنابل التي لم تستخدمها الطائرات الحربية الإسرائيلية من قبل، هناك عديد من هذه الإجراءات وحالات نزوح، ولكن هذه الحالات لا نستطيع أن نقدرها إذا ما كانت هي نزوح أم حالات من الهلع والفزع لدى القاطنين في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. إذا نحن ما زلنا أمام وقت من اللغط والانتظار لمدى استبيان ما كانت هذه الغارة استهدفت عددا من القيادات في حزب الله أم لا، وسننتظر البيانات الرسمية وكذلك بيانات وزارة الصحة الرسمية التي من المنتظر أن تعلن عن أعداد كبيرة من الشهداء والإصابات، نظرا لأن حارة حريق بالضحية الجنوبية والضحية الجنوبية كلها يعني تكتظ بأعداد كبيرة من المواطنين المدنيين، بالإضافة أيضا إلى ضيق الشوارع والطرقات في هذه المناطق التي تهدمت بها ما يقرب من 6 مباني سكنية كاملة، وهو ما أعلن عنه أو أعلنت عنه وسائل الإعلام اللبنانية. نعود بالحديث إلى الوضع الميداني بشكل عام، فإنه ومع هذه الغارة توقف تحليق الطائرات الحربية هنا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، وهذا كان هو الأمر المتبع من قبل تحليق مكثفة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي مع وقف جميع الغارات التي كانت سلطات الاحتلال تنفذها في الجنوب اللبناني على بلدات وقرى الجنوب اللبناني. مع هذه الهجمة غير المسبوقة التي نفذتها طائرات الاحتلال على الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، والتي بكل تأكيد سيكون لها رد فعل أو ردة فعل قوية غير مسبوقة هي الأخرى من حزب الله الذي ما زال حتى الآن ربما يلتزم وفقا للأحاديث من قبل المحللين في الدولة اللبنانية أنه حتى الآن يلتزم لقواعد الاشتباكات المعروفة والمتعارف عليها والحدود الجغرافية لهذه الردات من الفعل من قبل حزب الله. لذلك فمن المنتظر أن يكون هناك ردات فعل غير مسبوقة من حزب الله إثر هذه الضربة التي قامت بها ونفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت. بالعودة مرة أخرى إلى أحمد سنجاب من مرجعيون بجنوب لبنان، يعني من المعلومات التي توصلت إليها صف لنا حجم الدمار والخسائر البشرية التي تسببت بها هذه الهجمات. نعم، هذه الهجمات ربما أصابت عدد من المنازل وعدد من البنايات الموجودة في منطقة حارة حريق، علما بأن هذه الحارة أو هذه المنطقة هي تعد مربعا أمنيا لحزب الله وأيضا للمقرات الرئيسية لحزب الله في هذه المنطقة. وبالتالي فمن المعلومات الأولية والشواهد أن هذه المنشآت التابعة للحزب قد تم تدميرها بشكل كامل. أيضا كانت هناك صواريخ قادرة على اختراق الأرض والوصول إلى أعماق كبيرة، وربما هذا الأمر هو ما تسبب في أن عدد كبير من المواطنين في العاصمة اللبنانية بيروت شعروا بهزات عنيفة جراء هذه الغارات الجوية وهذه الانفجارات التي ضربت هذا المكان. وبالتالي فإن حصر الخسائر البشرية أو أيضا حصر الخسائر في الممتلكات وأيضا في المباني ربما هو من السابق لأوانه في هذا التوقيت، لأن الدفاع المدني اللبناني والفرق الإغاثية أمامها طريق طويل وساعات طويلة من أجل رفع هذه الأنقاض والوصول إلى هذه المخازن أو هذه الملاجئ الموجودة تحت الأرض. ووفقا للمعلومات الأولية فربما سيكون عدد الخسائر البشرية كبير جراء هذا العدوان الأكبر والأوسع على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. هذه المنطقة لها طبيعة خاصة وتحديدا المنطقة المستهدفة فهي منطقة تعد من المناطق الأمنية التابعة لحزب الله والتابعة أيضا للمنطقة
المراكز الرئيسية لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وهذه الضاحية كما هو معروف ربما هي العاصمة الأساسية لحزب الله، وبالتالي هذا الأمر سيكون له تداعيات كبيرة خلال الساعات القليلة المقبلة، وخصوصا أنه في هذه الأثناء التي نتحدث فيها الآن هناك ربما غارات جوية تنفذ على القطاع الشرقي للجنوب اللبناني وأيضا على البقاع شرقي الدولة اللبنانية في هذه الأثناء، ويبدو أن هناك تصعيدا إسرائيليا جديدا في هذه الأثناء بعد ربما ساعات محدودة وقت محدود من هذا الاستهداف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وربما هذا الاستهداف في الضاحية يأتي كجزء من خطة ربما يرسمها جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل شن عدوان واسع أو إحداث إرباك لصفوف حزب الله في هذا التوقيت تحديدا، وخصوصا بعدما استخدم حزب الله قبل يوم ولأول مرة صاروخ باليستي متوسط المدى يستهدف به موقع بالقرب من تل أبيب، واستخدم أيضا مجموعة من الصواريخ الجديدة مثل صاروخ فادي 1 وفادي 2 وفادي 3. فربما كل هذه الأمور أو الضربة الكبيرة في الضاحية الجنوبية تأتي لإرباك صفوف حزب الله وإرباك المستوى القيادي في صفوف الحزب من أجل شن المزيد من العمليات في هذه الأثناء في الجنوب اللبناني وفي مناطق متفرقة في الدولة اللبنانية. نعم، كنت معنا من مرج عيون بجنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا. لكن أنتقل إلى رميش مرة أخرى بجنوب لبنان ومصطفى عبد الفتاح. مصطفى، ما هي ردود فعل السلطات اللبنانية والمنظمات الإنسانية في المنطقة؟ بكل تأكيد عقب هذه الحادثة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، كانت هناك ردات فعل من حكومة تصريف الأعمال، حيث أدلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب مقاطي من نيويورك ببعض التصريحات التي من شأنها أن توضح أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو اعتداء كامل على الأراضي اللبنانية واعتداء على اللبنانيين وعلى المدنيين كذلك. لنتحدث عن أن هذه الغارات التي تنفذ وقوات الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال تصريحات الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كذلك أصبحت تتحدث بأن إسرائيل يعني تعمل على جريمة متكاملة الأركان بحق الدولة اللبنانية. وإذا ما تحدثنا عن هذا الشأن تحديدا، فإن هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت سيحدث أعداد كبيرة من الإصابات لدى صفوف المدنيين وكذلك حالات الاستشهاد، وهو ما يؤكد ويعمق هذه التصريحات من الدولة اللبنانية على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي باتت تستهدف المدنيين في الدولة اللبنانية، وهو ما شاهدناه كثيرا خلال هذه الاعتداءات على الجنوب اللبناني وكذلك المناطق المأهولة بالسكان في الجنوب اللبناني. الأمر لم يعد قاصرا فقط على مواجهات ما بين قوات الاحتلال وما بين عناصر الحزب الله، ولكن الأمر أصبح يتطرق إلى اعتداءات على المدنيين في كل بلدات الجنوب اللبناني وكذلك العاصمة اللبنانية بيروت التي تضررت كثيرا من جراء هذه الضربة غير المسبوقة التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كذلك منسقة الأمم المتحدة في لبنان تحدثت وقالت بأنه يجب وقف إطلاق النار فورا وعدم اتساع دائرة الحرب أكثر من ذلك، لأن لبنان أصبح يعيش أجواء حرب ودخل في نفق مظلم، لذلك وجب على الجميع التحرك من أجل وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية، وهما وضح جليا خلال الأيام الماضية، واتضح أكثر هذا اليوم مع تنفيذ سلطات الاحتلال لهذه الضربة القوية غير المسبوقة التي بكل تأكيد سيكون لها عواقب كبيرة على المدنيين اللبنانيين جراء هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت. في أثناء ما كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كان هناك تصديق على هذه الضربة، وكانت هذه الضربة توجه في أثناء ما كان يتحدث بأن قوات الاحتلال تواجه فقط حزب الله، ولكن هذا ما هو ما يوضحه أو ما توضحه الحكومة اللبنانية بأن هذه هي النية الإسرائيلية بالاعتداء على الدولة اللبنانية، وأن قوات الاحتلال أو سلطات الاحتلال تريد الانجرار نحو حرب مع لبنان بالكامل وفي كافة الأراضي اللبنانية، سواء كان ذلك من خلال الجنوب اللبناني بقطاعاته الثلاثة أو البقاع الشرقي والعاصمة بيروت وما هو بعد العاصمة بيروت. لذلك فهذه الضربة التي وجهتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الضاحية الجنوبية سيكون لها أثرا كبيرا في مجريات الأمور القادمة في الفترة المقبلة إذا ما كانت هناك يعني نية لدى الجانب
الجانب الإسرائيلي في وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب على الأراضي اللبنانية، وما سيكون له من ردات فعل كذلك لحزب الله في على إثر هذه الضربة، التي سنتعرف على أضرار هذه الضربة وإذا ما كانت أودت بحياة بعض من القيادات التابعة لحزب الله أم لا. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من رميش بجنوب لبنان مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. وكما أكد مراسلانا فإن عناصر الدفاع المدني اللبناني تواصل إخماد النيران التي اندلعت في ضاحية بيروت الجنوبية، وتعمل هذه العناصر المعززة بالآليات من مراكز متعددة على إخلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء في الموقع الذي تعرض لغارات إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت. وينضم إلي من صيدا السيد منصور ضو محافظ الجنوب في لبنان. سيد منصور، يعني دعنا نبدأ بآخر محصلة للضحايا من وجهة نظر رسمية أو من قراءة رسمية. سيد منصور إن كنت تسمعني، يعني أسألك عن آخر تحديث لمحصلة الضحايا في الضاحية الجنوبية. بالحقيقة يلي عم تشوفه حضرتك ويلي عم تسمعه هو نفس الاشياء يلي نحن كمان عم نسمعه، يعني نفس التحديث يلي هلأ كان عندك على القناة كمان نحن عنا هو زيد. وعن الشخصيات التي تم استهدافها هل ثمة تأكيد؟ حتى اللحظة ما في أي خبر. طيب، كيف تواجهون هذا الدمار الشامل وهذا العدوان المستمر؟ يعني كيف هي، ما الذي تقدمونه للنازحين؟ كيف هي الصورة حتى يتبين للمشاهدين؟ بالحقيقة الصورة كتير قاتمة، يعني بتعرف الجنوب لبنان تعرض يعني منذ الاثنين حتى اليوم إلى أكبر موجة اعتداءات غير مسبوقة، يعني حتى في العدوان الإسرائيلي بال2006 إذا بتلاحظ عدد الشهداء يلي سقطوا كان لا يتجاوز 1200 شهيد، بينما الجنوب كان حصته في ثلاث أيام الأخيرة لامس 500 شهيد و 1800 جريح، فهيدا عدوان غير مسبوق على المدنيين. نسبة الأضرار كتير كبيرة، نسبة النزوح هائلة مثل ما حضرتك عم بتتابع. الدولة اللبنانية رغم إمكانياتها المتواضعة عم نقدر ضمن الإمكانيات المتوفرة أنه نأمن المأوى، نأمن الحاجات الأساسية للنازحين، وبتعرف هي يعني دون اي مساعدات تذكر حتى اليوم. يمكن بلبنان في هيدي الهمه اللبنانيه والتعض اللبناني وتكافلهم بفتح المنازل وايواء النازحين وتامين المستلزمات لهم هي اللي عم بتخفف من حجم الضرر، رغم انه المساعدات الدوليه لحد هلا لا ترتقي الى المستوى المطلوب، عم بحكي عن المنظمات الدوليه بالتحديد،
والجميع يعلم قدرة الدولة اللبنانية على مواجهة هيك نوع من التحديات. ونحن عبر منبرك الكريم منرحب بأي مساعدة، وخصوصا أنه دولة مصر الكريمة على طول معودتنا أنه توقف حدنا. طيب سيدي، يعني نعرف حجم العدوان ونعرف حجم الدمار، كذلك نعرف الإمكانيات اللبنانية في هذا الشأن. دعنا نكون أكثر تحديدا، ما هي المساعدات المطلوبة على وجه السرعة من المجتمع الدولي؟ المساعدات المطلوبة هي تجهيز أماكن لواء، إيجاد يعني مستلزمات الضروري للعائلات النازحة، من حليب أطفال، من أدوية مزمنة، من مستلزمات النظافة الشخصية. أضف إلى ذلك نحن يعني على بداية فصل الشتاء مستلزمات التدفئة، مواد المازوت، كل أنواع المساعدة نحن منرحب فيها. نعم، حركة النازحين، يعني نتحدث الآن أن المساعدات المطلوبة هي يعني المساعدات الأولية البديهية البدائية. نعم. إن صح التعبير، يعني نعم. هؤلاء النازحون ماذا يحتاجون على وجه السرعة وعلى وجه الفورية؟ طبعا ما بننسى الرعاية الصحية الفورية المطلوبة، خصوصا للجرحى، للنازحين مثل ما قلت لحضرتك المستلزمات الأساسية والأولية حتى نقدر نستمر. يعني برجع بأكد على حليب الأطفال، على مستلزمات الأطفال، مستلزمات النسائية، النظافة الشخصية، كل الأشياء يلي ممكن لنبلش عنا شوية برد خصوصا في المساء، من حرامات، من وسائل تدفئة، الأشياء الأساسية والبديهية يلي بيقدر الإنسان يحافظ على حياته. سيد منصور ضو، محافظ الجنوب في لبنان، متحدثا إلينا من صيدا، نرجو أن تصل رسالتك وأن يسمع العالم هذه الاحتياجات البدائية التي يحتاجها النازحون من الجنوب اللبناني أو من الضاحية الجنوبية، وكذلك الموجودون في مكان للعدوان الإسرائيلي. ربما هي احتياجات أساسية، أغطية في هذه الأيام أو الليالي الباردة، حليب للأطفال، إسعافات أولية. يعني نرجو أن يصل الصوت. قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يظهر عدم اهتمام إسرائيل بالدعوات العالمية لوقف إطلاق النار. وتابع ميقاتي الموجود في نيويورك تفاصيل الهجوم مع قائد الجيش اللبناني ومنسق اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات. ووجه ميقاتي باستنفار كل الأجهزة المعنية في ضوء المعلومات التي تشير إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا نتيجة لهذا العدوان. أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان عمران رضا عن قلق بالغ إزاء التأثير المدني المحتمل للضربات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وشدد رضا على ضرورة أن تلتزم الأطراف جميعا بوقف إطلاق النار فورا. أكد مسؤول بالبيت الأبيض أن فريق الأمن القومي الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن قد أطلعه على الضربات التي شنتها إسرائيل على بيروت. وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه لم يكن على علم بالضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشددا على أنه لا يريد التصعيد في المنطقة. وتنضم إلينا من بيروت بولا أسطيح، الكاتبة والباحثة السياسية. أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، كيف ترين تأثير الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية في تصعيد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله؟ نعم، مرحبا. يعني لا شك هذه الضربة ما قبلها لن يكون كما بعدها، سواء
يعني تمكنت إسرائيل من اغتيال السيد حسن نصر الله في هذه الضربة أم لا؟ يعني يبدو واضحا أن تل أبيب ماضية حتى النهاية في المواجهة مع حزب الله. المنطقة وليس لبنان فقط اليوم أصبحوا على كف عفريت. الضربة كبيرة لدرجة تم استخدام فيها صواريخ وقذائف يعني تخرق يعني كل ما هو تحت الأرض، وعلى ما يبدو هذا ما حصل. لم تراعي إسرائيل أن هناك في المباني، يعني يحكي عن مجموعة كبيرة من المباني سويت بالأرض، أن هناك مدنيين، عشرات المدنيين، يحكي عن مئات حتى موجودين أصبحوا تحت الأنقاض، خاصة أن تنفيذ الغارة في ساعات متقدمة يعني من الليل سيساعد كثيرا عمليات الانقاذ وانتشال الجثث، وبالتالي المشهد غدا صباحا سيكون دراماتيكي وكارثي لا شك. هذا كله يعني يمهد لمشهد جديد، ليس فقط كما قلنا في لبنان، إنما مشهد جديد في المنطقة. واللافت يعني أن العملية نفذت خلال تواجد نتنياهو في واشنطن، وكأنه هناك أيضا ضوء أخضر ودعم أمريكي لهذه العملية، وأيضا يأتي بعيد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية السفارة الأمريكية في بيروت أن هناك يعني لم تتحدث عن عمليات إجلاء، ولكن أن من يريد أن يذهب نحن أمننا له طائرة لتقل له إلى تركيا. يعني كل شيء مدروس، كل شيء ممهد، والأخطر من كل ذلك أن أيضا شاهدنا صور وفيديوهات خلال النهار للجيش الإسرائيلي يقوم باستعدادات عند الحدود الجنوبية، لدينا عشرات الدبابات، هناك استعدادات واضحة لاجتياح بري. الخطة الأمريكية الإسرائيلية واضحة تماما، وعلى ما يبدو تقضي بالقضاء على، يعني كنا نتحدث بدفع حزب الله إلى شمال ليبيا، واليوم أصبح وكأن هناك خطة للقضاء على حزب الله بعد يعني القضاء على الهرم القيادي فيه اليوم إذا صح اغتيال نصر الله. هذا سيعني القضاء على مجمل القيادات، قيادات حزب الله، وبالتالي نحن بتنا في يعني مكان آخر. طيب أستاذة بولا، أيضا هل تعتقدين أن استهداف إسرائيل لمقر قيادة حزب الله يشير إلى مرحلة جديدة من الصراع المفتوح؟ نعم تماما، نحن دخلنا كما قلنا مرحلة جديدة من الصراع، ولكن ليس واضحا يعني هل إيران اليوم تتزعم هذا الصراع، هي مش شريكة فيه، أم بالعكس اليوم إيران سلمت رأس حزب الله وضحت به مقابل تسوية كبيرة قد نراها مقبلة على المنطقة. يعني هذه علامات استفهام، خاصة أنه المواقف الإيرانية المتتالية في الأيام الماضية، سواء مواقف الرئيس الإيراني من أمريكا والمسؤولين وزير الخارجية وغيره، يعني توحي أنه حزب الله متروك لوحده. يعني أنه اليوم هناك تصريح يقول حزب الله يستطيع أن ينتصر وحيدا، يعني وكأن إيران لا تريد إسناد حزب الله. طيب. لا تريد دعمه. أستاذة بولا، أيضا كيف تقرأين هذا المشهد وهذه الضربات الإسرائيلية أثناء إلقاء نتنياهو بالأمم المتحدة، إلقاء كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة؟ يعني أيضا لا شك أن هذا أيضا مدروس. كلمة نتنياهو كانت واضحة، أنه لا مجال للتسوية، لا مجال للحديث بالمفاوضات. يعني اصلا من ليل امس كان لدينا معلومات انه المفاوضات انهارت، ما كان يحكي عن وقف اطلاق نار مؤقت، كنا نعلم انه هذا يعني غير جدي. نتنياهو مارس هذه الالعاب كثيرا في خلال الحرب على غزه، يعني كان يحكي انه انتهت وسيكون هناك وقف اطلاق نار خلال ساعات، ونرى انه على مدى 11 شهر لم يكن هناك وقف اطلاق نار. يمارس نفس الالعاب في لبنان. نتنياهو كان واضح في كلمته امام الامم المتحده انه ليس بصدد التراجع اليوم، هو يعتبر نفسه اليوم في موقع القوي يعني بمجازره، بالمجازر التي يرتكبها، ولذلك لا يبدو أنه بصدد التراجع أبدا، بل بالعكس سنكون على موعد مع مزيد ومزيد من التصعيد في الأيام المقبلة. يعني هل يعكس ذلك استراتيجية إسرائيلية للتصعيد؟ نعم طبعا، يعني هناك خطة محكمة إسرائيلية على ما يبدو موضوعة بالتنسيق ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية للتصعيد بوجه حزب الله. يعتبر الطرفان الأمريكي والإسرائيلي أنهم أعطوا حزب الله فرصة طويلة، يعني طوال 11 شهرا كانوا ينادون بوجوب فصل جبهة غزة عن جبهة لبنان، وكان المفادون الدوليون يأتون إلى لبنان لمحاولة الوصول لتسوية، لحل دبلوماسي
بهذا الموضوع، ولكن حزب الله دائما كان مصر على أن لا حديث قبل وقف النار في غزة، ولذلك تعتبر إسرائيل اليوم أنه بسبب يعني إصرار حزب الله على ذلك آن أوان فرض ما تريده وخططها بالقوة، وهذا ما يحصل اليوم. طيب أستاذة بولا، يعني كيف يمكن أن يرد حزب الله على هذه الضربات، وهل نتوقع تصعيدا في هجماته داخل العمق الإسرائيلي؟ نعم، هذا هو السؤال الأساسي اليوم، كيف سيرد حزب الله؟ أولا علينا أن نرى إذا ما كانت عملية الاغتيال تمت بنجاح أو هي فشلت، فذلك طبعا سيكون له تداعيات. إن اغتيال نصر الله ضربة معنوية قاسية جدا لحزب الله الذي تلقى ليس فقط ضربات معنوية إنما ضربات قادمة منذ الثلاثاء الماضي وحتى اليوم، يعني ستكون هذه الضربة قد تكون قاضية على حزب الله. وبالتالي يفترض يعني أي محلل يرى أنه في حال صح اغتيال نصر الله أن يفتح حزب الله أبواب الجحيم على إسرائيل، يستخدم كل ما بحوزته من سلاح، كل ما كان يهدد به صواريخ بعيدة قصيرة المدى، ويمطر تل أبيب وكل المدن الإسرائيلية بالصواريخ. يعني هذا يعني ما يفترض أن يحصل، لأنه لا تصعيد أكبر من التصعيد الذي حصل اليوم. يعني ماذا علينا أن ننتظر بعد كي يتم اللجوء إلى هذه الصواريخ وإلى السلاح الثقيل؟ يبقى علامة الاستفهام كما قلنا حول الموقف الإيراني اليوم، هل هناك ضوء أخضر إيراني يسمح لحزب الله باستخدام هذه الصواريخ؟ هذا ما سنراه خلال الأيام المقبلة. في حال بقي حزب الله يمتص الضربات ويعني وبقيت ضرباته محسوبة، عندها يعني سيكون محسوما أنه لا ضوء أخضر إيراني. طيب أستاذة بولا، أيضا هل تعتقدين أن إسرائيل تسعى لتدمير القدرات العسكرية لحزب الله بشكل كامل، وما هي الأهداف الحقيقية من وراء هذا التصعيد؟ نعم، يعني صحيح كما قلنا، يعني الهدف المعلن الإسرائيلي للحرب على لبنان كان أنه تريد إسرائيل حماية مستوطنيها وإعادتهم إلى منازلهم ودفع حزب الله مجددا إلى شمال الليطاني وإجباره على العودة لتنسيق 1701. هذه هي الأهداف الإسرائيلية اللي هي المعلنة، ولكن يبدو واضحا أنه مع مرور الأيام أصبح الأهداف الإسرائيلية غير المعلنة هي القضاء على قدرات حزب الله، لأنها إسرائيل تعتبر أنه حتى ولو عاد المستوطنون اليوم قد يشكل حزب الله خطر عليهم في السنوات المقبلة، ويتكرر سيناريو طوفان الأقصى من جنوب لبنان. وبالتالي اليوم برأيها لا مجال لتأمين مستقبل هؤلاء وحمايتهم وتأمين استقرار المنطقة الشمالية الإسرائيلية إلا من خلال يعني الحد من قدرات حزب الله، ولعل ما يحصل اليوم أبعد بكثير من الحد من قدراته، هي تضرب القدرات بالعمق، خاصة أنها ضربت هيكل القيادة في حزب الله وحيدت آلاف من عناصره خلال دقائق يومي الثلاثاء والأربعاء. وبالتالي أعتقد أننا أصبحنا أمام أهداف إسرائيلية خطيرة غير معلنة بما يتعلق بالقضاء على حزب الله. نعم أستاذة بولا، يعني مع تكثيف الهجوم الجوي الإسرائيلي والاستعدادات لاجتياح بري، هل نحن على أعتاب حرب شاملة في المنطقة؟ نعم، يعني الهجوم البري لم يعد مستبعدا، إسرائيل لا تلتزم بأي خطوط حمراء ولا قواعد، تعتبر أن كل شيء محلل لها اليوم كي تحقق أهدافها، وبالتالي ليس مستبعدا بعد ما قامت به اليوم أن تقدم على هجوم بري في مراحل مقبلة. وإن كان يعني نعتقد أن الهجوم البري اليوم ليس لصالحها، باعتبار أن حزب الله كما كل يدرك متفوق يعني بالميدان عندما يقاتل وجها لوجه. صحيح إسرائيل أثبتت في هذه التجربة أنها متفوقة جدا إلكترونيا ومن ناحية السلاح الجو وغيره، ولكن يعني بالأرض وبالقتال على الأرض، وخاصة عندما يشعر أي مقاوم أنه يريد أن يسحر العدو خارج أرضه، يعني هو يكون أقوى من العدو. وبالتالي نعتقد أن الدخول البري ليس لمصلحة إسرائيل في هذه المرحلة، ولكن لديها خططها، يعني لا أحد يعلم ماذا تخطط له. وفي حال قررت الاجتياح البري على ما يبدو هي تؤمن أنها قادرة على القيام على هذا الاجتياح وبنجاح بخلاف ما حصل في العام 2006. أيضا كيف تقيمين نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقارير وقف إطلاق النار في الشمال، وما الدلالة السياسية وراء هذا القرار في هذه المرحلة؟ نعم، يعني كما كنا نتوقع أن نتنياهو لن يسير بوقف
اسم إطلاق نار في هذه المرحلة، لأنه يعتبر أنه متفوق وقوي حاليا، وبالتالي يستطيع أن يمضي قدما في القضاء على قدرات حزب الله. فلماذا يعني يقدم اليوم على وقف إطلاق نار وهو في أعلى مستويات التفوق كما يعتبر هو؟ لذلك لم نكن نتوقع أن تنجح المساعي الأمريكية الفرنسية المبذولة في هذا الإطار، ولا نتوقع أن تنجح في الأيام المقبلة، خاصة أنه كان حزب الله واضحا بوجوب استمرار بربط الساحات، والإسرائيلي بالمقابل هو واضح بأن لا كلام معه في حال إصرار الحزب على ربط الساحات. وبالتالي عن أي تسويات أو عن أي تفاهمات نتكلم، لن يكون هناك للأسف حل سياسي مرتقب، ولكن كما قلنا الحرب الشاملة تتطلب أن يكون هناك قرار إيراني بالانخراط في هذه الحرب، وهو قرار مفقود نهائيا حتى الساعة. طيب أستاذة بولا، كيف ترين احتمالية نجاح إسرائيل في اغتيال قيادات أخرى في حزب الله بعد الاختراقات الاستخباراتية؟ يعني بعدما وصلت إسرائيل إلى السيد حسن نصر الله، يعني لا نستطيع، يعني هي تستطيع أن تصل لأي قيادي حزبي أينما كان، وقد بدأ هذا واضحا خلال التجربة في الأسبوعين الماضيين، تمكنت أن تقضي على الهرم القيادي في حزب الله كاملا، خاصة إذا صح اليوم اغتيال نصر الله، وبالتالي لم يتبقى الكثير من القيادات الأساسية جدا في الحزب كي تغتالها، والأرجح هي يعني موجودة على جدول أعمالها وخطة عملها بعد السيد نصر الله. طبعا هي ستستكمل القضاء على قيادات حزب الله بتغطية أمريكية، طبعا إسرائيل متفوقة استخباراتيا، ولكن نعلم التفوق المستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يؤدي لنجاح العمليات، يعني نجاح باهر، يعني منذ 11 شهرا حتى اليوم تصطاد إسرائيل قيادات حزب الله وعناصره، تعرف كيف يتنقلون، متى يتنقلون، أين يتواجدون، وبالتالي هذا هو التفوق التكنولوجي الذي للأسف لم يكن على الأرجح يتوقع حزب الله أن هو بينه وبين إسرائيل في موضوع التكنولوجيا ستكون يعني بمثابة ضربات قاضية بالنسبة له. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت بولا أسطيح الكاتبة والباحثة السياسية. ولا زالت تغطيتنا مستمرة عن الأحداث وهذا العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية. وقد قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنها لا تزال تجمع المعلومات بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت. وقالت البنتاغون إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بالغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت بينما كانت جارية بالفعل. وذكرت الوزارة أن أوستن أكد لجالانت أن الاجتياح البري للبنان ليس المسار الصحيح للمضي قدما فيه. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له إنه سيعود الليلة من نيويورك إلى إسرائيل. وأضاف مكتب نتنياهو أنه قطع زيارته لنيويورك حيث كان يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب الضربة الإسرائيلية على مركز قيادة حزب الله بالعاصمة اللبنانية بيروت. وللمتابعة أيضا ينضم إلي من بيروت العميد خالد حمادة الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. سيادة العميد، يعني هذا التصعيد الخطير الإسرائيلي ضد لبنان وضد حزب الله، يعني هل إسرائيل لم تعد تخشى أي رد فعل؟ يعني واضح جدا أنه في الأساس هذه المعركة لم تخاض مع إسرائيل على قاعدة معركة مستدامة وعلى قاعدة مواجهة يعني واختبار للقدرات. كان العنوان المرفوع عنوانا هزيلا، في حين أن العنوان السياسي الذي أو الهدف السياسي من خلف هذا العنوان الميداني كان كبيرا جدا. لا يعقل أن تخاض حرب لغاية الآن يعني قاربت السنة 12 شهرا تحت عنوان مساندة غزة. هذا العنوان كان يستفصل من جهة حزب الله وطهران
هدفا سياسيا مختلفا تماما. وكذلك يعني الحرب التي شنها العدو الإسرائيلي يعني كذلك هذه الضراوة كذلك يعني لا يمكن أن يغطيها عنوان هزيل كعنوان إعادة المستوطنين إلى بيوتهم في شمال إسرائيل. لذلك يعني التصعيد كان أمرا واقعا والعناوين المرفوعة لم تكن بمستوى هذه المواجهة. هناك يعني تمكنت إسرائيل من أخذ أكثر من ذريعة من خلال هذا العنوان الذي يعني قدمه حزب الله لتقول أنه هناك تهديد لها ولمستوطنيها، وكان يتم استثمار هذه العناوين ليس فقط في داخل إسرائيل وعلى مستوى. طب سيادة العميد يعني نعم. يعني هل أفهم من كلامك ومن قراءتك لهذا الموقف أن حزب الله الآن يدفع ثمن التردد أو ثمن أنه كان لا يقوم إلا برد الفعل ومساندة غزة كما كان العنوان على استحياء إن صح التعبير؟ يعني يدفع حزب الله اليوم ثمن الإحجام الإيراني عن دعمه في متابعة هذه الحرب بالقدرات المتوفرة لدى طهران. ربما عندما دخل حزب الله هذه المواجهة كان يعتقد أنه إذا صعدت إسرائيل سيصعد وستكون إيران موجودة لدعمه وإعطاه السلاح المناسب. الذي حصل أنه مواجهة حزب الله التي كان ملتزما أن يستمر بها لا يملك حزب الله كان قرار التراجع، ولكن الإمكانات الموضوعة من قبل طهران بتصرف الحزب كانت أقل بكثير من الإمكانات التي وضعت في العام 2006 بصرف النظر عن الفارق الزمني 18 عاما منذ العام 2006 ولغاية الآن. لذلك حزب الله دفع ثمن التعثر في العقل الدبلوماسي الإيراني ومحاولة ربما إيران القول أنه يكفي أن تكون الجبهة مشتعلة لكي تكون إيران موجودة. حتى يعني اليوم كان هناك تصريح لقائد الحرس الثوري، ماذا قال؟ قال لو اجتمعت فرنسا وبريطانيا وإسرائيل وكل الغرب لن يستطيعوا هزيمة حزب الله. بينما في الواقع إذا كانت إيران يعني مترددة ومتراجعة ومنكفئة منذ بداية حرب غزة، فأعتقد أنه المناورة الإيرانية بالسياسة وبالدبلوماسية لا تزال هي دعوة يعني نوع من استدراج عروض من قبل الولايات المتحدة لقبول إيران في معادلة إقليمية ما حتى ولو دفع حزب الله ودفع لبنان يعني ثمنا لذلك. طيب يعني لو أضفنا لهذا المشهد قراءة البعض من أن إيران منذ بداية هذه الأحداث يعني منذ اغتيال إسرائيل اغتالت قاسم سليماني ثم اغتالت إسماعيل هنية داخل الأراضي الإيرانية، ثم ها هي تغتال قيادات بارزة جدا ربما تصل إلى زعيم حزب الله اللبناني نفسه، وحتى هذه اللحظة البعض يرى أن رد الفعل الإيراني لم يكن على المستوى المطلوب. هل تتوقع أن يستمر رد الفعل الإيراني فقط عند المستوى الدبلوماسي؟ أنا أعتقد ذلك، وأعتقد أن إيران تخشى المواجهة. الوسائل الموجودة سيما حاملات الطائرات والغواصة النووية في المتوسط وكل هذا الانتشار الغربي في المنطقة يخيف طهران. لذلك طهران حتى عندما قررت أن ترد إسرائيل يعني بهجوم لقاء اغتيال دبلوماسيها في دمشق، ماذا حصل؟ أرسلت طهران 300 مسيرة وصاروخ باليستي وأخبرت كل العالم الغربي أنها ستقوم بالمهاجمة، وهؤلاء هذه الصواريخ كلها تم إسقاطها ربما باستثناء صاروخين سقطات في صحراء النقب دون أي قيمة. طيب فلنعد إلى المشهد الحي المؤلم في الضاحية الجنوبية. الأهداف المعلنة والواضحة لأي مشاهد لأي قارئ للمشهد أن إسرائيل تريد إبعاد حزب الله حتى بعد نهر الليطاني، تأمين سكان الشمال في الأراضي المحتلة في إسرائيل. يعني هل إسرائيل تسير بنجاح نحو هذا الهدف؟ إسرائيل لم يعد يرضيها هذا الهدف. يعني اليوم تصريحات نتنياهو حتى يعني خلال هذا الأسبوع أصبحت تجاوزت بكثير هذا الهدف المعلن. اليوم يقول إنه هو يعني يريد إنهاء حزب الله، تدمير بنيته، إقصائه،
وبالتالي يعتبر انه مجرد وجوده حتى انه يهدد ايران من داخل الامم المتحده. وبالتالي كما قلت لك يعني هذه الاهداف التي اعلنت سابقا 7 كيلومتر عن الحدود، انا اعتقد انه يعني كانوا يمكن ان تشكل بدايه لسلسله من التنازلات، هذا ما كانت تريده اسرائيل. وبالتالي الهدف الاسرائيلي المعلن هو جزء من التصور الامريكي للمنطقه الشرق الاوسط بعد انتهاء هذه الصراعات. يعني المشهد كله يتغير، لبنان يشكل جزئيه من المشهد الشرق الاوسط وغزه تشكل جزئيه اخرى، ولكن المشهد اكبر من ذلك بكثير. وماذا يملك حزب الله من رد؟ يعني ما هي القوه التي يمتلكها وما المتوقع ان يقوم به، خاصه اذا ثبت استهداف اسرائيل لزعيم حزب الله نفسه؟ يعني انا اعتقد في البدايه مجرد الاستهداف بصرف النظر نجح او لم ينجح بحد ذاته يعني يقول بشكل واضح انه اسرائيل ليست مباليه باي عمل تقوم به ولا مباليه بنتائجه. وبالتالي المساله ليست اذا ما كان الاغتيال نجح او لم ينجح، المساله انه اسرائيل يقول نتنياهو بالفم الملان انا اريد ان استهدف كل الاهداف الموجوده على في بنك الاهداف لدى الجيش الاسرائيلي، وذلك يعني دون اي خشيه من اي عواقب. وبالتالي الموضوع كما في غزه، نحن اليوم استنسخنا نموذج غزه، يعني كم من المسودات والاقتراحات تقدمت بها الولايات المتحده ورفضتها اسرائيل، ثم تقدمت اسرائيل طيب. بشيء ورفض يعني على ذكر غزه سياده العميد، على ذكر غزه، السياسة أو الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية هي العدوان الجوي، الضربات الجوية المكثفة، الأرض المحروقة بعدها الغزو البري، هل تتوقع دخولا بريا؟ إذن فقدت الاتصال مع العميد خالد حمادة متحدثا إلي من بيروت. العميد خالد حمادة على العموم شكرا جزيلا لك. في سيناريو متكرر تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمه للمقترح الأمريكي الفرنسي الخاص بوقف إطلاق النار في لبنان. ومصادر دبلوماسية عزت تراجع نتنياهو إلى تعرضه لضغوط داخلية من وزراء اليمين المتطرف وعلى رأسهم إيتمار بن غفير الذين هددوا بالانسحاب من حكومته. سيناريو المراوغة، هذا ما يتبعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تعاملاته مع مساعي إيقاف الحروب التي يشنها على جبهات مختلفة، سواء تلك التي في غزة أو ما يفعله حالياً بلبنان. نتنياهو يكرر سيناريو التفاوض المعتاد بالموافقة في بادئ الأمر على مفاوضات إنهاء الحرب، ثم سرعان ما يفاجئ الجميع بقراره الصادم بمواصلة تصعيداته، تماماً كما فعل مع المقترح الأمريكي الفرنسي بخصوص وقف إطلاق النار في لبنان. مصادر دبلوماسية غربية فسرت خلال تصريحات لصحيفة هآرتس تراجع نتنياهو عن دعم المقترح الأخير لتعرضه إلى ضغوط سياسية داخل تل أبيب، ولا سيما من قبل اليمين المتطرف الذي يريد رئيس حكومة الاحتلال الحفاظ على علاقات وثيقة معه. المصادر أكدت أيضاً أن نتنياهو وحليفه المقرب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر كانا مطلعان بانتظام على الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، وبالرغم من موافقتهما المبدئية إلا أن نتنياهو فاجأ الجميع بتغيير مساره وتبني موقفاً أكثر صلابة تجاه تلك الجهود. الدبلوماسيون الغربيون وضحوا أن سلوك نتنياهو أثناء المفاوضات وبعدها أصبح مكشوفاً لدى الولايات المتحدة التي واجهت الأزمة ذاتها خلال مفاوضات غزة، وذلك نتيجة مخاوفه من الوزراء اليمينيين، لذلك كان يتعمد العودة من منتصف الطريق. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعد بحسب هآرتس أشد المعترضين على اقتراح وقف إطلاق النار، إذ هدد بالانسحاب من الحكومة حال وافق نتنياهو على ذلك المقترح، وهو ما دفع الولايات المتحدة للتعليق على ذلك التغيير المعتاد والإحراج المتكرر أمام العالم.
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أكد أن واشنطن نسقت المقترح مع نتنياهو وأن الخطة التي تم تقديمها لم يتم إعدادها من فراغ بل بعد مشاورات دقيقة مع إسرائيل في لهجة تبدو تحذيرية من إدارة بايدن التي أظهرتها تقلبات نتنياهو بالدبلوماسية الفاشلة. مشاهدينا وصلنا بحضراتكم إلى نهاية هذه التغطية. هذه الساعة من التغطية وتغطيتنا متواصلة مع حضراتكم من القاهرة الإخبارية. أشكركم شكرا جزيلا، أشكر زميلتي رغدة أبو ليلى، ونترك حضراتكم مع هذه المشاهد الحية من موقع الأحداث، وحيث العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت. والساعة القادمة التغطية متواصلة مع محمد عبد الرحمن.